من يدافعه الأخبثان، يعني محصور، كان محصورا سواء غائط أو بول، فإنه له أن يترك الجماعة لهذا، لأن المقصود في الصلاة الخشوع، وهذا الذي يدافعه الأخبثان محصور بول أو غائط هذا سينشغل في صلاته، ما راح يفكر في الصلاة بخشوع وكذا، يفكر في الذي هو شاغل له وهو الحصر الشديد الذي وقع له. فالإنسان إذن لا يخرج إلى الصلاة إذا كان يدافعه أحد الأخبثين حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يرجع يذهب إلى صلاته. نعم.